لكن لماذا زيلينسكي خصمه؟ الرئيس الأوكراني لم يتردد في إطلاق سهام النقد لرئيس وزراء المجر أوربان، أما السبب هو موقف المجر من الحرب في بلاده، وهو موقف تتفق معه صربيا أيضا، موقف رافض لما هو ضد موسكو. موقف المجر لم يأتي كما تشتهي كييف، فالحكومة المجرية رفضت تزويد أوكرانيا بالأسلحة، رفض لم يقف عند هذا الحد، وإنما رفضت السماح بنقلها عبر حدودها إلى الأراضي الأوكرانية. ليس هذا فحسب، تمت مواقف هنغارية ضد العقوبات الغربية على موسكو، بودابست رفضت فرض عقوبات على واردات الطاقة الروسية. لرئيس الحكومة المجري أوربان رأي يرى فيه أن بلاده وأوروبا ستدفع ثمن العقوبات المفروضة على روسيا. صربيا هي الأخرى على نفس الخط، صحيح أنها دعمت وحدة أوكرانيا، لكنها اختارت الامتناع عن فرض عقوبات على روسيا. وعلى المستوى السياسي الموقف واضح، وفي الشارع بدا الموقف موحدا، فالعاصمة بلغراد شهدت تظاهرات منددة بالعقوبات على موسكو. فوز الزعيم الصربي ألكسندر بوتشيتش في الانتخابات الرئاسية مناسبة لا تفوت الرئيس بوتين المحاصر، تهنئة وحديث رئاسي بين الزعيمين عن تطوير شراكة استراتيجية بين البلدين. وبشكل عام فإن الكرملين صنف الخصوم والأصدقاء. عبد الجواد الرشد. الدولة غير الودية مصطلح تم تثبيته تشريعيا في روسيا عام 2018، ويقصد به الدولة التي تشكل سياستها تهديدا لروسيا أو تهدف إلى زعزعة الاستقرار فيها، ردا على إجراءات بعض الدول ضدها على خلفية العملية العسكرية في الأراضي الأوكرانية. أدرجت روسيا 48 دولة ضمن هذه القائمة، من بينها بعض دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وبريطانيا وكندا. أما الدول التي لم يتم إدراجها في هذه القائمة اعتبرتها موسكو صديقة لها، وعلى رأسها بيلاروسيا والصين وكازاخستان والهند. متى ستنتهي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا؟ سؤال أصبح يبحث عن إجابته كل العالم. خبراء تحدثوا عن شهر مايو، والبعض توقع أنها ستنتهي بعد عام.